مؤشر جديد لوقوف الجزائر مع الشعب الليبي في أزمته. الجزائر ممثلة في رئيسها عبد المجيد تبون تشارك يوم الأحد في المؤتمر الدولي حول ليبيا المزمع عقده بالعاصمة الألمانية برلين، بعد أن لعبت دورا محوريا في إقناع أطراف النزاع بوقف إطلاق النار وتنبيه المجتمع الدولي بخطورة الوضع. أعتقد أن الجزائر في ظل هذه التناقضات، في ظل صراع الأنانيات بين القوى الإقليمية والدولية، تريد أن تدافع على مبادرة السلم والاستقرار عن طريق أولا أن تكون طاولة المفاوضات هي الحل الأساسي والنهائي، لكن بدون أن يكون ضغوطات إقليمية ودولية. والمبدأ الثاني أن يكون الحوار ليبي ليبي، وأعتقد أن تجربة المصالحة الوطنية التي قامت بها المبادرة الدبلوماسية في شمال مالي يمكن استنساخها مرة أخرى. فأي ثقل سيكون للدبلوماسية الجزائرية في هذا اللقاء الدولي للدفع بمسار التسوية السلمية في ليبيا؟ فالمقاربة الجزائرية قوبلت باعترافات ليبيين كونها ترفض أي عمل عدواني في بلد جار. إننا في ليبيا نعول كثيرا على الإخوة في الجزائر، وقد أكدنا ذلك للمسؤولين في ألمانيا عن طريق سفارتها بضرورة أن تكون الجزائر من ضمن الدول الراعية لمؤتمر برلين المزمع عقده الأيام القادمة. على الصعيد الإنساني، الجزائر كانت سباقة بإرسال مساعدات إنسانية إلى ليبيا ومناشدتها الفرقاء الليبيين بضرورة العودة إلى الحوار الوطني واستضافة مسؤولين من مختلف الأطياف، آخرها زيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج إلى الجزائر. إذا لم يلتزم الطرفان بوقف إطلاق النار والذهاب إلى تسوية سياسية واستثمار لقاء برلين والعودة إلى الحوار الوطني وتنفيذ الاتفاق السياسي وصولا إلى إقرار الدستور وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية والاحتكام إلى الصندوق، إذا لم يتم ذلك يعني مزيدا من الفوضى والدماء. استقبال رئيس الوزراء الإيطالي وكذا وزراء خارجية تركيا ومصر دليل على محورية دور الجزائر الإقليمي في حل أزمة ليبيا ودعم السلام فيها لتفادي أي انزلاقات أمنية. فالجزائر تبقى ثابتة في موقفها القائم على سلمية الحلول المنبثقة عن توافقات داخلية بعيداً عن أي تدخل أجنبي.